في الروسيه كيما علموا في المغرب بزاف كيعرفوا كيقولوا واش نتوما روسيا. لا اوكرانيا ديما كانت واحد بلاد سيباري، ما عمري ما كانش في داخله في روسيا ولا في شي بلاد اخر. اوكرانيا اكبر بلاد في اوروبا، الا كتشوفوا المابا جيوغرافيكال اكبر مابا، اكبر بلاد هي لي في اوروبا. دابا ضروري هذاك البوتين هبل اللي باغي يشد علينا وكيخط الاسكر ديالو تما، وهذاك لي اخبار اللي كاينين في روسيا كلشي الكذوب، ما كاين حتى شي حاجه الحق، ما كاينش حتى شي حاجه صحيحه. خاصهم تفرجوا لي اخبار ديال لي بلوغر اللي كيصوروا من سرجم ديالكم واشنو كاين، خاصك عرفوا الحق واشنو كاين، وشوفوا الولاد ديالكم راه تما مخبسين حتى كي طلاب كيجلسوا، البنكات كلشي مخبسين، السوبر مارشات مخبسين، النوبات ديال ساعتين ثلاث سوايع كيجلسوا باش يشريوا شي حاجه الماكله ما ياكل. واش هذاك الشيء هنا حتى لاخر دقيقه ما صخبناش هذاك هبيل اللي غادي يضرب لينا بالبومب ولا بشي حاجه. دابا الى كيسو اوكرانيا ضروري غادي كيسو يشوفوا الاوروبا، هذاك واحد حاجه اللي خاصنا نفكروا، ما خاصناش نجلسوا ياكلوا بوب كورن ويخدا التلفاز ونشوفوا واشنو غادي يوقع. خاصنا كاملين نوضوا ونقولوا الحق ونوريهم الحق واشنو كاين، باش هذاك الخمار يبقى يجلس في بلاصتو في الموسكو. شكون عندكم تما في اوكرانيا؟ هنا عندنا البريزيدون ديالنا زيلينسكي وراجل ديال بصح ما هرب حتى شي بلاصه، اللي كهذوك الكذوب اللي كاينين كيهرب فرنسا وكيخرج للفاميليا ديالو، والله هذا كلشي الكذوب. كل ساعه هو كيهضر يور ميساج ماي ميساج، بغيت واحدين يعرفوا الحق واشنو كاين. روسيا كتضرب اوكرانيا بالبومب بارك مع 4 ديال الصباح، الناس كينوضوا كانوا ناسين، بداو يصيفطوا البومب ماشي خدا كوردون ديال روسيا، كيصيفط البومب ويست بارت ديال مناش بالعربيه مهم كتفهموا، كيصيفط البومب اي بلاصه. اول حاجه ما طرات كاملين قتلوهم، دابا ما لقى ما يحط، كيضرب في بلايص فين كاين الناس خبو تحت الارض، وواحد دابا واحد ساعتين اللي فات كيضربوا في واحد لاكريش ميتوا بزاف الناس عرفتي. واش نقول لكم هذا هو الحق، عافاك وقفوا معنا ديو معنا نضربي باش يوقف هذا الخمر. قولوا الناتو ينهاونا عافاك بالعسكر بالسلاح بكل شيء، مهم لي واحد اللي قد يدير يدير، لكاش هذاك الحرب ديال العالم تروازيام وغادي ينوضوا البلادات كاملين الا ما يوقفوش. صافي شكرا لكم.